الحال لدينا محسن ياجور تمريرة اسيست ممتاز لدينا ماديسون. شوف التحرك في اللقطة الماضية من خلف السيد عدنان، التغطية من مشهد عدنان. يا جورك يا ياجور، لا شيء حلوين شباب الخور. اي والله حار وضعها من على دبانك وعاك الاهلي اثنين الخور، لا شيء الاهلي. ياجور لديه كرة من امام مجاهد، سواها المغربي، عملها المغربي، سجل المغربي، انه ياجور. ياجور يسجل الهدف الثاني، هم قرقة لكن الكرة مرت. شوف 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 ياجور عدى فيها، مر فيها على طول على طول بالزاوية، يسجل الهدف كامل القدرة. كرة في محاولة ملعوبة إلى مشعل، مو بس الله ما شاء الله ماكينة تعمل، ويعود بالمباراة إلى نقطة البداية. الله عليك داخل منطقة الجزاء مهيأ بشكل، يا سلام الله الداعي الكبير الذي يصنع مشعل بأسيست آخر في هذه المواجهة. هي كرة إلى محسن، شوف كرة يونس، هو التفاهم منذ الصغر. ثالثة كرة في محاولة إيموبيلي، ممكن الخامس، إيموبيلي الخامس لعبه، محاولة أمام منطقة الجزاء بل داخل منطقة الجزاء، تسويبة قوية، الله الأهلي يبدأ أولا. 11 دقيقة كافية، محسن ياجور يسجل أولى أهدافه في هذه المواجهة بعد التهديد بعد المحاولات في الدقائق الماضية. الأهلي مر ويتقدم، موبيلي مر مر الكرة خطيرة جدا، جول الكرة الماضية مع الخطأ، ومحسن ياجور يسجل هدف التعادل. اللقاء مهم العودة في هذا التوقيت، الأهلي يعود مع كرة من جانب موبيلي، اخترق معها وتقدم بشكل رائع جدا. محسن ياجور الأهلي، محسن ياجور يسدد كرة، جول جول الله يا محسن ياجور، لا يلف ولا يدور، محسن ياجور يسجل الهدف الثاني ويعطي الثاني للعميد الاهلاوي من كره ثابته، يعوض معها الكره الثابته في لقاء الشوط الاول، هدفين لمحسن ياجور. يا سلام يا سلام على لعبه يرفض هنا محسن ياجور، يسجل في الدقيقة رقم 93. مجنون المباراة، مجنون المباراة، نعم هذا ما فعل الأهلي، هذا ما فعل العميد. شوف شوف الخطأ في الأولى، شوف وأقل محسن ياجور يعود بالنتيجة، يعود بثلاثة اثنين مع الحكام، لكن الكرة نفذت، جول سريعة عرضية حلوة في مكان رأسية، جول جول ياجور، محسن ياجور يعدل النتيجة. شوف على الماضية والرأس الماضية، ركنية ملعوبة خطيرة، الخير جول جول جول، الأهداف من ركلة الركنية، ما تجي بالثابتة المتحركة تجي بالثابتة، إذن الخور مع
ماديسون صاحب هدف اللقاء الوحيد وما فيش اوفسايد. فرصة هدف ثاني هدف ثاني الهدف الثاني والوكرة إلى الدرجة الثانية بينما نادي الخور يثبت أقدامه من أجل البقاء من أجل الإنقاذ. محسن ياجور يعدي ويلف ويدور يمشي للأمام لمسة من محسن ماديسون محسن يسجل هدف التعادل. شوف اللمسة شوف النقلة يعجبني المهاجم اللي ما يتفلسف على طول واحدة وخلاص ما فيها استعراض فيها على طول للشباك. شاف الحارس متقدم مغربي ماديسون هدف التعادل بعد الآن تقدم الثالث طبعا هذه المرة من محسن ياجور تمريرة إلى بارو قدم مباراة كبيرة اليوم بارو يسجل الثالث الخور ولربما الرابع الآن جاء ذلك عن طريق محسن ياجور. حياك ندخل هنا على البورد نقول لك يعطيك العافية مبروك الفوز مبروك ايضا يعني ثلاث اهداف الجميله. كلمني عن المباراه اليوم كلمني عن يعني حاسه التهديف التي عادت الى محسن ياجور. فبسم الله الرحمن الرحيم فالمباراه يعني بالنسبه للهاتريك يعني كنشكر الاصدقاء ديالي اللي ساعدوني شي كنت سجل في المباراه يعني وفي الشوط الثاني يعني زاد امن شيئا من النتيجه ديالو في 4-2 لكن بقينا مركزين بشكل كبير في هذه المباراه هذه ويعني التركيز هو ربما اللي رجعنا في المباراه وخلانا نفوزوا بالثلاث نقاط اللي كنا نستاهلوها. نقول لكم الف مبروك شكرا جزيلا لك ايضا.